تشاهدي موقع بصراحة في كل مكان. معكم هند حسن، زي ما حضراتكم شايفين معانا احنا من شوية دار الافتة بشرتنا للنهاردة اخر يوم في ايام رجب، ومن بكرة على طول احنا في اول ايام شعبان. ربنا يعودوا علينا بخير يا رب العالمين. وكمان بكده بنستقبل بشاير، وطبعا شهر رمضان الكريم، بشاير شهر رمضان والاحتفال بشهر رمضان عندنا هنا في اسكندرية بيكون مختلف جدا جدا جدا. زي ما حضراتكم شايفين احنا النهاردة بنصور الاحتفالات بتاعة رمضان في اسكندرية والاشكال الفوانيس الجديدة. معانا طبلة المسحراتي، ومعانا فوانيس رمضان الخشب الكبيرة، ومعانا الفوانيس الصغيرة بتاعة الاطفال. معانا كمان فوانيس كبيرة جدا واشكال جديدة. في كمان الفوانيس البلاستيك ما بطلتش، بالعكس بيجددوا منها اول باول عشان تكون مزغرفة وتكون جميلة. زي ما حضراتكم شايفين اشكال كتيرة جدا موجودة معانا. في كمان موجود معانا بوجي وطمطم اللي بيعصرونا اكتر من 30 سنة معانا طول العمر ما بيبطلوش. في كمان قماش رمضان بيدي بهجة، يعني دايما قماش رمضان نلاقي احنا كشعب مصري بنعمل منه الاقمشه، بنعمل منه العبايات، بنعمل منه ستاير في البيت، بنعمل منه زينه معلقه، بنعمل حاجات كتيره منه. وكمان اخر حاجه الترند السنه دي الفانوس اللي معمول بالقماش بتاع رمضان اللي هو الرسومات بتاعه رمضان. اي بيت مصري واسكندراني، احنا هنا في اسكندريه لازم اول ما بندخل من باب البيت بنلاقي كده زينه رمضان ماليه البيت، بنلاقي بوجي وطمطم، بنلاقي كده معالم لرمضان. النهارده احنا واقفين عند، اسمك ايه؟ محمد. ازيك يا محمد؟ الحمد لله والله. النهارده احنا واقفين عند محمد، وهو بقى دلوقتي هيفرجنا على حاجته. احنا استعرضنا في اول الفيديو كده يعني حاجات بسيطه، لكن هنقف عند كل حاجه. احنا دلوقتي عند طبله المسحراتي اللي مرسوم عليها الكبير قوي، ومرسوم عليها بكار، ومرسوم عليها عمو الكبير المقلب، بس ده مش عارفه اسمه ايه. اسمه ايه تعرفه؟ انا واحد. لا، فنانيس. فنانيس. كلمنا بقى عن طبله المسحراتي وتاثيرها بقى في رمضان، وهل طبله المسحراتي كل الناس بتيجي تشتريها؟ يعني بيبقى اقبالها عندك عامل ازاي؟ دي كل سنه لازم اساسي، الاطفال بتحب تلعب بيها وبتطبل عليها، بتديهم بقى جر رمضان يقعدوا يغنوا ويبدأوا يعني يقعدوا يطبلوا. رمضان كريم ورمضان جانا وكده، ويقعدوا يهيصوا الاطفال، انت فاهمه، بيحبوا الهيصه. ايوه. والفوانيس انا شايفه ان الفوانيس السنه دي مختلفه بقى. في كده بهجه، وبقى فانوس رمضان مرسوم عليه رسومات، يعني الاول كان احمر ازرق بس، يعني ده الشائع. بيجدد لك بقى، بيعمل لك الوان جميله كده، واخضر وموف، يعني رمضان كريم اهلا رمضان، بيغير وبيديكي شكل كده اكنك في رمضان، البهجه بتاعت رمضان شكل كده. كل الناس بتاعت رمضان بتبقى موجوده. فاهماني؟ في الشكل ده برضه، ده اللي بيديكي شكل. دي طبعا الرسمه دي معروفه، دي الرسمه التقليديه بتاعت رمضان القديمه. دلوقتي بقى دلوقتي في فانيس، فنانيس سوري، لكن هو باللون الموف، يعني لون الموف مكتسح السنه دي معانا، والبني والاصفر مع الاحمر والازرق. هتدي شكل جديد. طيب كلمني بقى عن الفرق بين رمضان زمان ودلوقتي. هل الاشكال الجديده هي اللي واخده العين والناس بتشتريها، ولا ناس الشكل القديم لفانوس رمضان هو اللي الناس بتحبه بتشتريه برده؟ هو دايما رمضان معروف بوجي وطمطم، فنانيس، بكار. هاتوا الفوانيس يا اولاد، هاتوا الفوانيس. والفوانيس دي لسه موجوده والموسيقى. طب اشكال جديده ولا الاشكال القديمه بتاعتنا اللي يعني كان بيبقى فيها لمبه دي او فيها شمعه؟ لا، الشمعه حاليا مش موجوده، بس هو دلوقتي بيديكي شكل نفس القديم، بس بيطول لك فيه ويديكي شكل جديد. طب اديني وريني الشكل الجديد للفانوس، يعني مثلا ده الشكل التقليدي احنا عارفينه، اللي هو الخشب ده شكل كل سنه، ده اللي بيغني كده يقول لك وحوي ويوحى كده. شرف، مش هينفع معانا اغاني، لكن عايزين نعرف برضو يعني ايه اللي بيفرق كل سنه عن السنه اللي قبلها، ايه الثابت معانا وايه المختلف؟ يعني الثابت معانا دايما الفانوس الخشب ده لازم اساسي.
اهلا رمضان، رمضان كريم. رمضان ورمضان. بس اختلف الرسومات اللي عليه دي، يعني هل الرسومات اللي عليه دي بداتوا ان انتوا تطلبوها مثلا من الناس اللي بتعمل فوانيس، ولا هما بيبدعوا بقى كل سنه؟ بقى من نفسهم. انا شايفه الفانوس ده كمان شكله حلو قوي، يعني هو النقوش هي النقوش القديمه بتاعه زمان. ايوه بس بيديكي شكل، لكن شكل جديد مختلف تماما. في الفانوس ذات نفسه، الفانوس ده عامل كام؟ انا ده يعني في حاجات ب 180 وفي حاجات ب 170 وفي حاجات ب 200. ده جمله كده ولا قطوع؟ انت بتبيعه جمله ولا قطوع؟ جمله، هي اسعارنا جمله يعني. ده 180؟ اه تمام. عامل 180 جنيه. والكبير بقى الشكل التقليدي ده اكبر منه ولا قده؟ لا ده اكبر. ده عامل كام؟ ده عامل 220. 220 بس حاجه كويسه يعني. في فانوس كبير قوي برده ورا كده، ممكن نمسكه؟ ايه ممكن تفرجه لنا؟ انا شايفاه شكله حلو قوي، يعني هو لافت العين كده، سارق النظر زي ما بيقولوا. الوانه كمان، الوانه هاديه قوي وشيك قوي، كمان متغير شيك قوي قوي قوي، يعني عاجبني قوي كمان. كلمني بقى الفانوس ده لو حد جه طلبه منك، طبعا بيعلقوه في الشوارع. ده بيتعلق في الشارع، ده مش بيبقى للبيت وكده، ممكن بلكونه. ده بقى لو حد جه قال لك مثلا ايه، انا مش عايز فانوس زي ده بس عايز كميه، بتبيع بسعر قليل ولا هو هو؟ لا انا ببيع سعر جمله، بس ممكن حسب الكميه ممكن اخفض شويه، بس هي يعني ما بتفرقش كتير، بتفرق ب 5 جنيه كده يعني. كلمني عن خامات الخشب، هل خامات الخشب هي اللي بتبقى جودته عاليه اصلا؟ عايز اعرف معلومه، هل الخشب هو اللي يستحمل في الحاجات اللي بتتعلق في الشارع ولا البلاستيك؟ احنا خشب. بنشوف الخشب، خشب عشان كده الخشب هو اللي بيتعلق. البلاستيك كمان هو عامله كويس، طالما انت معلقاه مظبوط خلاص عمره ما هيتبهدل، هو طول ما هو موجود في مكانه ومحدش بيلمسه خلاص. هي حاجه متعلقه زينه وباينه قدامك، انت بتتفرجي عليها بس. احنا كده شفنا الفوانيس العاديه والفوانيس الكبيره، وبكار طبعا ده معانا العمر كله، عمره ما بيبطل. عايز اعرف بقى ايه قصه بوجي وطمطم؟ 30 سنه ما بيبطلوش يعني؟ الاجيال الجديده عارفين بوجي وطمطم؟ ايوه طبعا، اهم حاجه عندهم بوجي وطمطم. يقول لك بوجي، بوجي ده طبعا ده ما كان زمان، حتى واحنا صغيرين كنا نحب نتفرج على بوجي وطمطم وعلى بكار وكده. هو عايش معانا لغايه دلوقتي، ما بينتهيش. طول عمرنا رمضان ما كان مربوط ببوجي وطمطم. وعندك اهي طمطم، هو لحد دلوقتي بس المسلسل مش بيتذاع، يعني الجيل ما يعرفوش وبيجيبوه. بس هي كذكرى موجوده، الاهالي كمان بتبلغ الاطفال بوجي وطمطم. بوجي وطمطم، يعني الاهالي هم اللي بينشروا ثقافه ان انتوا يا جماعه هتشتروا بوجي وطمطم، دي حاجه خاصه برمضان. خلاص اتعودت، بس مش هيلاقوه حتى في التلفزيون، ما بيتذاعش. لا بيجي بقى اللي ممكن يجي على قنوات زمان بقى والحاجات دي. بكار بكار هو الوحيد اللي لسه بيتذاع دلوقتي. كلمني ايه تاني عندك، يعني ايه الحاجات التانية الموجودة؟ الفروع اللي هي بتتعلق بتاعت رمضان، حاجات. بص لا هي الحاجات دي انا عايز اشوف بس الزينة، زينة رمضان، فرجني على زينة رمضان. احنا كده خلصنا الفوانيس وبوجي وطمطم. بيبقى فرع ده 5 متر كده. فرجني عليه، يعني عايزة بقى اعرف برضو. والحاجات الانوار دي، لا دي لافتة العين اكتر، عايزة اتفرج عليها. وفي بصي فانوس ده جديد برضو. ده يعتبر زينة برضو. ولا جديد؟ ده جديد. دي كده زينة من زينة رمضان، يعني ده ما يعتبرش كفانوس، ده كده فانوس وزينة. في حاجات ذهبي حلوة قوي برضو هناك، في الحاجات المعلقة دي طبعا هي مش بتبطل. دي فروع نور، دي طبعا اللي هي اللي بجد بتتعلق، بتديك اشكال في منها على فوانيس كده. في طبعا بقى الحاجات الجديدة بقى، بس برضو عن الحاجات دي وطمطم. الحاجات دي برضو يعني دي ما تلفتش النظر، او في ناس بتحبها وكده، بس ممكن اللعبة تتكسر. لا في فانوس ممكن يفضل من رمضان لرمضان حسب بقى الطفل، في طفل بيحب يكسر الحاجة، هو طفل عادي بيبقى متعود. ما في حاجة يعني في حاجة ممكن تعيش يجيبها ده يقعد من رمضان لرمضان. دي بتاعت ايه؟ بتاعت رمضان اللي دايما بتفكرنا، حتى لونها وشكلها. لو هتجيب لابنك مثلا فانوس، لو جه قال لك هات لي ده، هتجيب له ده ولا ده؟ ما هو هنا بقى الابن، انت حسب ابنك، انت ابنك ما بتقدريش. هيكسرها في يومها، ما هجيبه على الفاضي، اجيب له ده بقى. ايوه فهو ده جميل. وفي الحاجات دي طبعا الاطفال بتشوفها. وبرده حطوا بوجي وطمطم على الفوانيس الجديده، دي برده حاجه حلوه قوي. ان التاريخ برده محتفظ بنفسه في قصه الفوانيس اللي هي كمان بتعمل اغاني دي، وفكره فنانيس انا مش عارفه احفظ اسمه، عمه ده المسحراتي. دي طبعا الحاجات الذهبيه المعلقه دي كلها جديده جدا. برده رمضان بكار وبوجي وطمطم، ودي برضو بتدي شكل معاكي في البيت، بتعلقيها. طب العرايس دي بقى ايه اللي جابها؟ احنا في رمضان يعني، دي عروسة المولد طول عمرها. بتغني برضه. يعني بصوا الجديد قوي ده، لا ده انا أول مرة أشوفه، يعني عروسة معمولة عليها رمضان يجمعنا. وبتنور ومعاها فانوس في ايديها. دي حلوة قوي للبنات دي. دي تبقى أحلى اللي زي عروسة المولد كده والاحتفال. في ايديها فانوس. بتغني وبتغني. حلوة قوي. لا في اختراعات
كبيرة جدا. كل ما بيطول طيب في الفانوس. كلمني كده على الفرق بين الاحتفال بشهر رمضان عن كل سنة. السنة دي مختلف في ايه؟ احنا لسه بنبدأ يعني طبعا الموسم، بس انت كل سنة بيفرق معاك في ايه؟ غير غلاء الاسعار، عشان عايزين نتكلم في نقطة تانية ايجابية، يعني اديني حاجة ايجابية كده احس يعني بيها. رمضان دايما تعالى نتكلم جنب الفوانيس بس، عشان انا مش حابة ابعد عن الفوانيس. رمضان بيجمع الناس، بيقرب البعيد، بيقرب دايما، بنحب نحتفل بيه، بتتصلي مثلا لو انت حتى قرايبك بتحب تروحي لهم تشوفيهم. هو رمضان ليه بهجة تانية لوحديها. فهماني؟ هو رمضان بيبقى حاجة يعني الناس كلها بتستنى. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. وكنا مبسوطين، جينا النهاردة صورنا عندكم المحل مبهج وكل حاجة جميلة فيه، وان شاء الله طبعا يبقى كده بشرة خير. كل الشهر اللي جاي ده يبقى بشرة خير ليكم. شكرا ليك. طبعا احنا كل يوم في جديد، احنا لسه فرشين النهاردة اول يوم، فهماني؟ ولسه يعني كل يوم باذن الله في جديد، لسه بنكمل فرش، هتلاقي في حاجات جديدة لسه ما جاتش برضه. بالتوفيق. احنا جينا لكم كمان في وقت متأخر، انتوا كنتوا خلصتوا بيع اصلا. شكرا لكم اعزائي مشاهدي موقع بصراحة لمتابعتكم اللايف. كنت معكم انا هند حسن وزينة رمضان.